اليوم مباراة بنعرف طبيعة مباريات الحرية والاتحاد على أي مستوى لعبة وأي مستوى بالفئات ببقى لها خصوصية، لكن اليوم في منافسة على الدوري والحرية ما كتير بعيد عن الصدارة. اليوم كيف مستعدين لهالمباراة وشو هو التخطيط للمستقبل؟ طبعا مباراة الحرية والاتحاد حتى كان بالرجال وحتى بالشباب وحتى بالأشبال والناشئين بكل الفئات العمرية بتلاحظ أن في قمة بحلب، هي وكرة القدم هي اللي مجموعين في ناديين، نادي الاتحاد مدرسة ونادي الحرية كمان مدرسة، يعني بتلاقي في تنافس بحلب بين الاتحاد والحرية بهالشي هذا. إن شاء الله يعني نحن متمنى يعني نلاقي مباراة حلوة، نشوف نستمتع في المباراة، جملة تكتيكية، نلاقي سيستم لعب، خطة لعب، نلاقي بعض الناس اللاعبين اللي راح يمثلوا الرجال. أول شيء نحن بتعرف نادي الاتحاد فريق بطولات، وهي المباراة هي اسمها كلاسيكو الكرة القدم السورية بشكل عام. نحن هدفنا اليوم على النقاط الثلاثة لأنه نحن بحاجة ماسة جدا، لأنه نحن فريقنا عم نافس الحرية ترتيبه بالسادس السابع. نحن إن شاء الله نوعد الجماهير واللاعبين والمنتخبات السورية أن يكون عندنا فريق يعني يشرف كرة القدم السورية في سوريا. شفنا المباراة بالشوط الأول كان في شوية تراخي للفريق بداية المباراة، بعدين بعد ما تسجل هدفين حس يمكن بالمسؤولية. هلأ الشوط الثاني شو أعطيتوهم تعليمات وشو راح نشوف؟ أعطيناهم تعليمات ما يخافوا، كانوا خوفانين أول اللعبة، وإن شاء الله الشوط الثاني أعطيناهم تعليمات يهاجموا أكثر وإن شاء الله منعدل. إن شاء الله دخلنا كأني هلأ الشوط الثاني 0-0، وهلأ طلبنا منهم أنه نحن لازم نساوي أكثر ما أعطيته في الشوط الأول، وإن شاء الله رب العالمين إن شاء الله بنصفنا إن شاء الله رب العالمين. ألف مبروك لك، اليوم نتيجة كتير كبيرة، يمكن أول مرة بتتحقق على صعيد فئة الشباب بين الاتحاد الحرية، ووضعتكم بالمركز الثاني بعد باقي النتائج اللي كانت اليوم كلها لمصلحة فريق الاتحاد. أول شيء الحمد لله رب العالمين، مثل ما قلت يعني إحنا نادي الاتحاد إن شاء الله رجعنا للسكة إن شاء الله بإذن الله تعالى. اليوم اللاعبين كانوا رجال طبقوا، أنا أعطيت تعليمات واللاعبين نفذوا، اللاعبين كانوا رجال هن بيستاهلوا الثناء. إن شاء الله بداية لرجعتنا، إحنا ماشيين خطوة خطوة، ثلاث نقط ورا ثلاث نقط إن شاء الله، وإن شاء الله نكون يعني شوي رجعنا قيمة نادي الاتحاد وهيبته بالفئات العمرية. يمكن هاي الأول مرة الحرية بخسر 5-0 بفئة الشباب. بالضبط يعني فنياً كانوا أفضل منا وبيستاهلوا الفوز، مبروك لهم، وبدها إعادة نظر لحنا بوضعنا، ما في أكثر من هيك.